قلق متنام من تزايد أعداد حالات الإصابة بوباء كورونا في مديرية الوازعية جنوب غربي محافظة تعز، حيث يؤكد رباش البوكري مدير مكتب الصحة بالمديرية أن أعداد حالات الإصابة بالوباء في تزايد منذ ظهور أول حالة في 7 أبريل المنصرم، وأنها بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 60 حالة إصابة، منها 3 حالات وفاة في مختلف مناطق المديرية. هنا الحالات في تزايد، وبدأت ظهور الحالات معنا في 7/4/2021، وهي كل يوم هي تظهر بوتيرة أكبر. ولحد الآن نحن اليوم تاريخ 20/5/2021، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 57 حالة، منها 3 حالات وفيات. ضعف القطاع الصحي وغياب الوعي المجتمعي تحديات رئيسية تواجه الجهات المعنية في مجتمع تغلب عليه التقليدية، وهو ما دعا الجهات المسؤولة لتوجيه الدعوة للجهات العليا والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم لفرقها الصحية في مواجهة هذه الموجة. طبعا الصعوبات عدم وعي المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية، رغم أن أكثر من زيارة ميدانية نقوم بها لدى القرى والمرافق والعيادات الخاصة والحالة المشتبهة والمؤكدة، ونقوم بإجراءات احترازية وتثقيف صحي وتقديم الوعي من قبل الفريق، لكن لا توجد أي تطبيق لهذه الإجراءات. نناشد جميع المنظمات الدولية والمحلية بإعطاء الدعم والمساندة لفرق المشاركة في التوعية لمرض COVID-19، ونعمل أن ينال هذا النداء استجابة من جميع المنظمات العاملة في المديرية والجهات المسؤولة. حالات الإصابة الحقيقية في مديرية الوازعية تقدر بأنها أكثر من المعلنة بسبب إعياء الكثير ورفضهم إجراء الفحوصات في مديرية باتت ملتقا للكثير من مختلف المناطق، خاصة وأنها الشريان الرئيس الرابط بين مناطق الساحل ومدينة تعز.